بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة السلام عليكم، نواصل مع حلول التمارين مترجمة من اللغة الفرنسية. في هذا التمرين اليوم راح نعين نهايات عند ناقص لا نهاية وزائد لا نهاية، يعني عندي دالة أسية بعد نقوم بتعيين النهايات. ها هو نص التمرين. Pour tout réel x on pose f de x est égal x pour x moins 1 sur x pour x plus 1. من أجل كل حقيقي x نضع f لx تساوي أسية x ناقص 1 على أسية x زائد 1. Déterminer les limites de f en plus l'infini et moins l'infini. حدد أو عين نهايات الدالة f f عند زائد لا نهاية وعند ناقص لا نهاية. نبدأ بالسؤال الأول، عفوا نسيت السؤال الأول، هكذا صح. نبدأ بنهاية f عند ناقص لا نهاية، نبدأ بالناقص لا نهاية. إذن أي لدينا ليميت، عندي أسية x هي اللي تعنيني الأولى، أي ليميت أسية x لما x يؤول إلى ناقص لا نهاية تساوي الصفر، وهذه من النهايات الشهيرة. إذن ليميت f دو x لما x يؤول إلى ناقص لا نهاية تساوي ليميت أسية x ناقص الواحد على أسية x زائد الواحد لما x يؤول إلى ناقص لا نهاية، إذن تساوي أسية x قلنا تساوي الصفر لما x يؤول إلى لا نهاية، إذن تساوي الصفر ناقص واحد على صفر زائد واحد ومنه تساوي ناقص الواحد. هذه بالنسبة لنهاية f عند ناقص لا نهاية. ثانيا إيه درت واحد معليش نديرو ثانيا ما يهمش. ثانيا نهاية f عند زائد لا نهاية، عند زائد لا نهاية. بون نعرفو باللي ليميت أسية x لما x يؤول إلى زائد لا نهاية تساوي ماذا؟ تساوي زائد لا نهاية، صح. إذن هنا واش تولي لنا؟ تولي لنا هنا يعني تولي لك هكا زائد لا نهاية على زائد لا نهاية. إذن واش تولي؟ حالة عدم تعيين، حالة عدم تعيين، صح. إذن هنا نجد أنفسنا أمام حالة لا نهاية، على لا نهاية يعني حالة عدم تعيين. إذن هنا لابد علينا من إزالة حالة عدم التعيين، يعني هنا من أجل كل حقيقي x لازم أسية x تكون تختلف عن الصفر لأنها موجودة في المقام، صح. أي f دو x تساوي أسية x ناقص الواحد على أسية x زائد الواحد. باش لإزالة حالة عدم تعيين هنا لازم لنا نخرجوا أسية x عامل مشترك، إذا تولينا أسية x في الواحد ناقص واحد على أسية x، يعني عاود أضرب أسية x ترجع لهذه، صح. إذا على أسية x في الواحد زائد واحد على أسية x، أسية x تروح مع أسية x، إذا تساوي لنا هنا تولي لنا هنا عندي الخاصية اللي قريناها في الأسية اللي تقول لك أسية ناقص ب تساوي واحد على أسية ب، هذه خاصية درناها في الدرس، صح. إذا هنا عندي واحد على أسية x، إذا يولي لنا أسية ناقص x، إذا تساوي واحد ناقص أسية ناقص x على واحد زائد أسية ناقص عفوا ناقص
إكس هكذا صح. يعني أن هنا واش راح ندير هنا ليميت، أي لدينا هنا لازم نشوف الليميت تاع هذه أسية ناقص إكس كيف حكايتها صح. إذن ليميت نبدأ عفواً بليميت ناقص إكس باش نشوف ليميت أسية ناقص إكس، لا ندير ليميت ناقص إكس، ليميت ناقص إكس عفواً ناقص إكس لما إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية تساوي ماذا؟ أي ناقص في الناقص تساوي عفواً لما إكس يؤول إلى رانا في الزائد لا نهاية، إيه زائد لا زائد في الناقص، إذن تعطينا ناقص لا نهاية. ولدينا ليميت الآن ليميت أسية ناقص إكس لما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية تساوي ماذا؟ تساوي ليميت أسية جران إكس، أي الإكس كبيرة تؤول إلى ناقص لا نهاية. يعني لما إكس تؤول إلى أ تعطينا النتيجة ب، هنا نديرو لما إكس تؤول إلى ب تعطينا النتيجة أ كما درنا كما نفس الشيء مع المقارنة. إذن تساوي ونعرفوا باللي ليميت أسية إكس لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية تساوي ماذا؟ تساوي الصفر. أي هنا ننجمو الآن ندرسو ليميت، أي نكتبو ليميت اف دو إكس لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية تساوي ليميت واحد ناقص أسية ناقص إكس على واحد زائد أسية ناقص إكس لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية، ومنه يساوي واحد ناقص أسية ناقص إكس تساوي الصفر ناقص الصفر على واحد زائد الصفر ومنه تساوي الواحد. أعزائي الطلبة إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.